السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي وفي بداية الحلقة وقبل ما نبدأ حلقتنا نصب على ضيوفي وأرحب بضيوفي الكرام الموجودين معايا في الاستوديو. برحب بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أيمن المصري. أهلا بيك يا فضيلة الشيخ، منور. أهلا بيك أستاذ إبراهيم وأهلا بمشاهدينك الكرام. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بسيدة الأعمال مدام سهير فاضل. أهلا بك يا مدام سهير، منوراني. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير كل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة هنفتح ملف وحنعرض قضية غاية في الخطورة، وأعتقد من وجهة نظري إنها تهم قطاع كبير من الأسر المصرية. موضوعنا خطير وكبير وقوي ومخيف، أرجوكم خليكم معانا. النهاردة هنفتح قضية السحر والشعوذة، وحنعرف في داخل الحلقة من الشيخ أيمن المصري يعني إيه أنواع السحر الموجودة، وحيرد علينا وعلاجه وعلاج السحر بما لا يخالف الدين الإسلامي وشرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على من علم الدنيا الحق، صلوا على من علم الدنيا الهدى، صلوا عليه وسلموا تسليما. وخلينا أبدأ مع الشيخ أيمن المصري. شيخ أيمن، في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن الحسد وعرفنا الفرق ما بين العين والحسد. النهاردة عايزك تعرف لنا إيه الفرق ما بين العين والسحر. اتفضل يا فضيلة الشيخ. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا السماح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انت فتحت موضوع مهم جدا جدا، وفعلا أزمة من الأزمات اللي كل أكثر وأغلب البيوت بيشتكي منها، موضوع السحر والشعوذة والذهاب إلى الدجالين والعرافين والمنافقين. قضيتنا دي قضية مهمة جدا، ويا رب يعني نسأل الله الإخلاص والقبول، ونسأل الله الإخلاص بالقول والعمل، إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكون سبب كده في إن احنا نيسر الأمور للناس ونعرفهم إزاي ما يذهبوش إلى الصحراء، وإزاي كل واحد مسحور يفك سحره أو يعمل إيه، ونعرف إزاي الناس تتعامل وتعرف إزاي الساحر من الشيخ الحقيقي. طبعا حضرتك أنت سألت، احنا طبعا في اللقاء الماضي كنا بنتكلم عن العين والحسد. انت حضرتك عايز تعرف النهارده ايه الفرق بين العين والسحر. طبعا العين كما قلنا ان صاحب العين اللي هو العين الشريره اللي احنا نقولها عليه عينه صفرة بيسموه في الشرع العائن. عائن ايه هو العائن؟ هو اللي عينه بتؤذي اي احد بتقع عليه. فلما بنعرف العائن نقول ايه؟ هو اعجاب العين بالشيء، شاف حاجه عجبته يعمل ايه؟ يبتدي يستعين بالقلب، العين تستعين بالقلب، فتبث السم بقى بتاع الحقد والضغينه والكراهيه والبغضاء والكره. السم ده من نظره اللي فيها اعجاب والعين الخبيثه بيبث هذا السم في المحسود او الشخص، تصيبه الاذى او يصيبه الاذى في نفس الوقت في ساعتها. طيب يا شيخ أيمن، بس سؤال صغير يعني. اتفضل. أنت حضرتك بتقول بيبص السم في كل شيء بيشوفه. أي حاجة بتعجبه. أي حاجة بتعجبه، يعني شرط إن هي تعجبه أو يتمناها. بالظبط. ما هو عنده نقص. حقد وضغينة. لكن مش أي حاجة عمال على بطال يشوفها فبيحسدها. هو يعني الحاجة اللي بتعجبه. الحاجة اللي تعجبه بس. أو يتمناها النفس. أو يتمناها النفس. دي ده بالنسبة للعائن. أما السحر هو إصراف الشيء عن وجهه. بتغير حقيقة من شيء، إنسان بيتغير من طبع إلى طبع آخر، وفي الاصطلاح دي عزائم ورقي وعقد. عزائم ورقي وعقد. وعقد مين اللي بيعملها؟ الساحر. تؤثر في القلوب والأبدان، ممكن تمرض. السحر ده يخليك تمرض أو يقتل. خلي بالك زي العين، العين ممكن تقتل،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين الحق والعين تدخل صاحبها القبر، واكثر اموات امتي بعد قضاء الله وقدره العين. الان ممكن يدخلك تدخل واحد القبر يموت ساعتها. يعني الحاسد ممكن يحسد حد، العائن او العائن ممكن يعني ينظر لواحد يعجبه قوته. هو طبعا كل شيء الموت بيد الله بقضاء الله، بس طبعاً هو سبب، هو سبب، سبب السحر نفس النظام، عقد ورقي وعزائم وطلاسم السحر بيعملها، بيظهر على جسد المبتلى او اللي عايز يسحره يا اما بالمرض او بالقتل، واخد بالك، او ان هو يفرق بين المرء وزوجه، هو دي شغلته، عايز يفسد على الناس حياته. وطبعا السحر ما بيشتغلش كده من مزاجه، الا لما يروح لواحد شخص يطلب منه عايز يقذف فلان، الوقت ده يبتدي يشتغل عشان يتكسب بقى فلوس، يتكسب فلوس بياخد اجر قصاد العمل اللي هو بيعمله. ايوه هيسحر فلان ايا بقى كان نوع، حسب اللي رايح بقى، هو اللي بيختار بقى عايز يأذيه في ايه. ممكن الايذاء ده يخليه مريض وطريح الفراش لا حول به ولا قوه، ممكن السحر يؤدي الى القتل، عارف يعني ايه الى القتل؟ واكثر واغلب السحر بيبقى انه يفرق بين الرجل وزوجته. والعياذ بالله. والعياذ بالله، نسال الله العافيه والعافيه. اللهم امين. خليني اسالك يا دكتور سهير، انت ايه رايك في الناس اللي بيروحوا للدجالين والمشعوذين؟ وهل موجود في مجتمعنا فعلا لسه ناس عندهم هوس بموضوع الدجال ده والمشعوذ؟ واحدة مش عايزة جوزها يبص لواحدة فتروح تعمل له عمل، واحدة عايزة تنجب مثلا او تخلف ما بتروح تعمل عمل، واحدة متضايقة من صاحبتها عايزة تأذيها تروح تعمل لها مش عارف في ايه، حاجات غريبة. يعني احنا وصلنا في القرن 21 والناس اللي حوالينا تقدموا ولسه المجتمع المصري عنده هوس بهذه الخرافات؟ هو انا طبعا قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك يا استاذ ابراهيم عايزه بس اقول ايه نبذه صغيره كده عن موضوع السحر بقى، عشان ايه هو الشيخ ايمن قال اغلبها بس انا ايه هقولها بسرعه كده وبعدين اجاوب على سؤالك. اتفضلي يا دكتوره اتفضلي. هو السحر انواع طبعا، في السحر الاسود هو شكل من اشكال الشعوذه التي تعتمد على القوى الحاقده الخبيثه، السحر يمكن التزرع به واستخدامه للقتل والسرقه والايذاء وسوء الحظ والتدمير لتحقيق مكاسب شخصية، وكل لن يصيبنا إلا ما كتب لنا. عايز أقول لحضرتك أن موضوع الدجل والشعوذة ده انتشر في مصر في الأونة الأخيرة بسبب الفيسبوك، كل واحد دجال ينزل تليفونه وأنا بشفي وأنا بعالج وأنا اللي مش عارفة إيه والمطلقة أردها والعانس اجوزها ومش عارفه ايه، فالناس تاخد الارقام وتتصل بيهم ويتواصلوا مع بعض وفي الاخر يطلعوا نصابين وما بيعرفوش حاجه. و90% من الدجالين والمشعوذين في مصر نصابين، ياخدوا من الست بقى يقول لها انا علشان ارجع لك جوزك عايز 2000 جنيه اعتبرهم وقعوا منك يا ستي في الارض. فالست خلاص يعني اتطلقت وعايزه ترجع لجوزها فتقول له ايه طب حاضر عينيا، خد ال 2000 جنيه وجوزها ما رجعش. طب يا عم الشيخ اصل انت غلطتي في الحاجات اللي انا اديتها لك تاخدي شاور بيها فمعلش هاتي بقى كمان ايه 1000 جنيه. يعني تقصدي ان هو يعني صيد سهل وسمين يعني. بالظبط، لان وبعدين كل يبدا يستدركها بقى يا دكتوره، يبدا معاها بمبالغ ماليه بسيطة ويجر بقى هلم جر. هو عنده قدرة طبعا، خلي بالك النصاب والمشعوذ ده عنده نسبة من الذكاء خارقة. طبعا نسبة عالية جدا من الذكاء. يبدأ يستدركها واحدة واحدة، يبدأ برضو يعرف يلم عنها لو هي ست سرية يعني، يبدأ يلم عنها شوية معلومات وبمجرد ما يقول لها معلومة واحدة صح خلاص بتسلم له الامور وبتسلم وتمشي. لا وغير كده يا استاذ ابراهيم بيبقى للاسف جاي برضو عن طريق حد مثلا صديقه ليها او قريب او حاجه، لا واسكتي ده عمل لي وانا وانا وانا. وبعدين الموضوع ده منتشر في مصر كلها. تقولي لهم ايه بقى يا دكتوره؟ تقولي للسيدات دول ايه؟ هقول لهم ما فيش احسن من القران بتاع ربنا والرقيه الشرعيه، وما فيش حاجه اسمها اعمال، دول دجالين بيبتزوكم
وبيخربوا بيوتكم، لان الست اللي جوزها بيعرف انها عملت كده بيطلقها، والبنت اللي عملت كده العريس بيخاف يجي لها. وبعدين الموضوع ده منتشر كمان مع عند الفنانين بطريقه غير عاديه. والله اللي ما بتشتغلش مثلا وما عملتش السنه دي مسلسل ولا فيلم تقول اصل فلانه عامله لي عمل، اصلها بتغير مني عشان انا ستار وهي اقل مني فلانه عملت لي عمل. رسالتك وصلت يا دكتوره. شيخ ايمن، الساحر كافر؟ ومن يذهب الى الساحر سواء بقى لمصلحه شخصيه ليه او لاذى للناس التانيه، تعريف الساحر وحكم الشرع في الساحر. طيب قبل ما نعرف حكم الساحر، في حاجه لازم نعرفها، اللي في سحر يا جماعه وفي اعمال بتتعمل، وكل ده ذكر في القران. فكل الموجودين ده في منهم نصاب، في نصاب، في واحد عشان يلم فلوس فيه، بس في ناس فعلا بتعمل اعمال ده كتير. فالموضوع في ناس فعلا بتعمل. ايه بقى موضوع الساحر؟ الساحر ده عشان يوصل للدرجه دي، يوصل للمرحله ان هو يعمل عمل، ده اللي احنا هنعرفه ان الساحر كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. استاذنك بعد المداخله يا شيخ، اتفضل نعرف الساحر. معنا اتصال الاستاذه زينب، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اتفضلي يا فندم. وبسلم على الدكتوره الموجوده. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الشيخ ايمن. يا اهلا يا اهلا. الله يكرمك. لو سمحت، انتوا بتتكلموا على السحر دلوقتي، طب ما في سحر، سحر الكلام. يعني لما تكون بنت مخطوبه بتصلي وعارفه ربنا بيتكلموا عليها بالاذى. دول تقول ايه على الناس دي؟ ناس كتير يعني، الناس قصدك الناس الخارجيه يعني بيتكلموا عليها وكده؟ ايوه. بيتكلموا عليها وبيأذوها. بيأذوها بالكلام، بيأذوها في سمعتها يعني، بيقولوا عليها ان هي بنت مش كويسه، او كلام مش كويس، او بيأذوها باعمال يعني. لا هي تقصد بيأذوها بالكلام يعني، هو مقصود كمان السحر، السحر الكلام، السحر اللي هو بيتعمل بالاذى بالكلام. ان يطلعوا عليها كلام مش كويس يعني، بيطلعوا عليها كلام مش كويس. شكرا استاذه زينب، رسالتك وصلت. شكرا للشيخ ايمن، ان شاء الله يرد عليك. نعرف بقى شيخ ايمن الساحر يعني. طبعا الساحر ده واحد بيتعلم السحر، بيتعلمه من مين؟ من الجن. من الجن. من الجن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى مين بيعلم الناس السحر؟ شياطين الجن بيعلموا شياطين الانس. واحد عايز بقى يبقى ايه؟ ساحر، او اللي هو بقى بيعمل اعمال، وكل ده طبعا كفر. شوف ما ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما ده كفر بالله. يعلمون الناس السحر. فاي واحد في ساحر كافر، ونسأل حكم عليه كمان بالقتل، انه يقتل. واحد بيدمر الناس، بيمرض ويقتل ويعطل ناس عن تجارتهم، في تعطيل للزواج، في تفريق بين الراجل وزوجته، وده افضل شيء عند ابليس. زي ما قلنا ابليس حاطط عرشه على الماء، كل يوم ياخد التمام كده عند غروب الشمس، كله الشياطين الصغيرين، ولا كل واحد يدي التمام بتاعه. واحد يقول انا خليت فلان يسرق، والتاني انا خليت فلان يزني، واحد يقول انا خليت فلان يسرق، واحد يروح طالع له كده انا خليت الراجل فرقت بين الراجل وزوجته. عارف يعمل ايه؟ ياخده بالحضن، يقول له انت ابني حق. يعني متهيألي احب الاعمال لابليس، افضل شيء عندي ابليس انه يفرق بين الرجل وزوجته، لان دي بتسبب دمار، تفكك اسر. زي ما انت شايف كده المجتمع، شوف نسبه الطلاق قد ايه. ولو نظرت في الموضوع ده هتلاقي نسبه 90 او 85% منه سببه سحر. سحر اسمه سحر التفريق، بيفرق بين الرجل وزوجته. فدي مصيبة طمة احنا عايشين فيها. والمراد من هذا العمل يعني انقاص اعمار الارض، يعني عندما يفرق المرء وزوجي انقاص لاعمار في الارض يعني، انا متهيألي كده يقصد يا حبيبي يعني. اولاد بتشرد. انت عارف اكتر حاجة في قضية الطلاق ايه؟ الاولاد. هو الاولاد دول هيعرفوا يتربوا مع اب تاني غير مش ابوهم؟ لا طبعا. هيعرفوا إيه؟ او لو عاشوا مع ابوهم هل يتجانسوا مع زوجة ابوهم؟ لا طبعا، الموضوع بيبقى صعب. اليتيم ليس اليتيم يتيم إلا من مات أمه أو مات أبيه أو باه، ولكن اليتيمة من انشغلت عنه أمه
وانشغل عنه اباه. الله يفتح عليك يا شيخ. معانا مداخله الاستاذ محمد عبده. اهلا بيك، صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا باشا. اتفضل. بعد اذنك اتكلم مع الشيخ ايمن. اتفضل يا فندم، تحت امرك. سريعا. تمام. شيخ ايمن بعد اذنك، احنا في بيت الناس في حاله البيع والشراء واقفه، الناس عايزه تبيع، وكل ما يجي واحد يشتري البيع توقف على حاجه بسيطه، وتكررت اكثر من مره بقالها حوالي 5 سنين، البيت مش عارفين يبيعوه. حضرتك يعني بتشتغل في منتج وكل ما حد يجي يشتري منك مفيش توفيق يعني؟ تقصد كده؟ لا بيت. البيت بيت يعني. حضرتك عرض بيت للبيع ما بتباعش يعني؟ بقاله 5 سنين. شكرا استاذ محمد، رسالتك وصلت. الشيخ ايمن هيجاوبك ان شاء الله. نكمل بقى يا شيخ ايمن. اليتيم فطبعا بالنسبه للجن او ابليس وكل بقى الشياطين اللي هم بيتعاملوا معاه، او اللي هم الطائفه اللي بتخدمه او تحت امره، اهم شيء عندهم انه يفرق بين الراجل وزوجته. دي بالنسبه لهم احب شيء، افضل شيء. هيحدث بقى اخطاء كتير ومعاصي كتير، اولاد مشرده تحت الكباري في الشوارع. شوف بقى كميه المخدرات، شوف كميه الاهمال، شوف كميه التسول. يعني يقصد ابليس ان يفكك اسره، فعشان كده تحدث بقى معاصي كتير بقى. الله يفتح عليك. صح، فكك اسره بيفكك مجتمع. متهيألي بتبتدي من اسره. رسالتك وصلت يا شيخ ايمن. الله يبارك. اعتقد رسالتك وصلت. دكتوره سهير، حضرتك قعدتي مع قارئه فنجال قبل كده او قارئ فنجال، وهل حضرتك بقى يعني لما حد بيقعد خلاص بيسلم له عقله كده، ويعني لا يعلم الغيب الا الله، يعني الغيب ده حتى يعني ما اداش علمه لحد يعني، حتى للانبياء يعني، تفهماني؟ تمام. فلما يجي يقول لك ايه، انت هيحصل معاكي كذا بعد يومين، بعد سنه هتبقي كذا، بعد سنه هتبقي كذا. وانا اعتقد ان الدراما المصريه جسدت اروع وافضل الامثله في هذا يعني، علشان برضو يعني فيلم احمد زكي كتير يعني، تفهماني؟ لما بتقعدي معاه او الناس الثانيه بتقعد معاه بتصدقوا ازاي يعني؟ بص انا عايزه اقول لحضرتك ان مفيش حد في مصر من الادنى الى الاعلى ما بيتمناش يقعد مع قارئ فنجان او قراءة فنجان. و90% من السيدات بالاكتر غاويه موضوع الفنجان ده، فاكيد الواحد كحب استطلاع بيقعد. يا سلام وبيسمع. طب ما انا قدامك هو ما احبش اقعد يعني مع قارئة فنجان حتى لو هتقرا. لا انا بتكلم، بقول لك 90% من السيدات 90% بيتمنوا ان هم يقعدوا، وبيقعدوا بيدوروا لدرجه ان ممكن انت لو مشيت في مدينه نصر في عباس العقاد تلاقي الستات اللي هي بتضرب الودع دي دجالين ونصابين، والست بتبقى عارفه ان هي يعني نصابه وهتضحك عليها، بس تقول لك ايه اشوف يمكن هتقول لي حاجه يعني. طبعا بتيجي ساعات معاهم حاجات كده ايه يعني بالصدفه، تقوم الست تقول لا دي كده دي مش دجاله ولا نصابه، وتقعد بقى على الرصيف جنبها، وتبقى راكبه عربيه فارهه ونازله قاعده على الرصيف جنب الدجاله دي، وعماله بقى تحكي معاها وتقول لها، وفي الاخر تديها العنوان وتروح تقعد معاها في البيت، وفي الاخر يا تسرقها يا تحط لها حاجه تشربها وتقوم مقلبه الذهب. ودي واقعه حصلت حقيقيه عن حد اعرفه، عرفت حد من الدجالين ده واحده ودخلت بيتها وسرقت ذهبها ومشيت. الله يفتح عليك يا دكتور. شيخ ايمن، ايه اللي بيعمله الساحر او الدجال عشان يستعين بالجان يعني؟ لا قبل النقطه دي اتفضل. احنا الغرض من البرنامج ايه؟ ان احنا بنحل الازمات. تمام. في حاجات ما ينفعش اعديها. اولا اعرفك بس موضوع العراف اللي قريت الفنجان دي، اسمها يعتبر عرافه، أو واحد بيقرأ الفنجان ده عراف. تمام. ده مش نصب ولا شيء، عشان بس نبقى فاهمين يعني إيه دجال. أول شيء بس لازم كل الناس تعرف الذهاب إلى العراف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند مسند الإمام أحمد، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لو أنت رحت لأي واحد عراف وصدقت كلامه، أنت كده كفرت بيه على ما انزل على محمد. طيب يعني في ناس برضو شيخ ايمن يعني، ما انا هقول لك بس انا جاي لك، انا والله عارف حضرتك عايز تقول ايه. اتفضل. وفي حديث اخر في صحيح مسلم، من اتى عرافا او كاهنا واخد بالك فصدقه بما يقول، او من اتى عرافا فساله عن شيء، ركز معايا، من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. لو انت قعدت مع دجال او عراف اللي هنقول عليه القارئ الفرنجال باي نوع من انواع النزل،
وصدق وسالته عن اي شيء ما بيتقبلش منك صلاه لمده 40 يوم. صدقته بقى وما صدقتوش دي قضيه ثانيه. وانت لو صدقته انت كده كفرت بما انزل على محمد. والعياذ ايه بقى بقى قضيه قارئ الفنجان ولا قارئة الفنجان ولا ده واحد او واحده مخاويه جن. الجن ده اسمه الجن العراف. الجن العراف ده بيعمل ايه؟ بيقعد بتقعد هي قدام الحاله بيروح هو قايل لها على حاجات حصلت. الجن بيبقى عارفها بيسال قرين الشخص اللي قاعد قدام منه بيقول له مثلا حصل كذا وكانت مثلا ماشيه كذا او بتعمل كذا او حصلت لها حادثه ما في يوم مثلا كده. الله يفتح عليك. هو ما فيش علم غيب. هو عارف حاجات ايه صح حصلت من مين؟ من الجن اللي مع العراف عن طريق قرين الشخص اللي قاعد قدام منه. فلما الشخص يسمع الحاجات دي من واحد اول مره يشوفه وحاجات حصلت له بيجي له حاله ذهول. لا ده انت كده سرك باتع. هو ركز معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. هو العراف او العرافه معاه جن. لا ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بقى. انا يعني استنتجتها دلوقتي. بيقنعه بحاجات حصلت فبيصدقه لانها حصلت فبيروح فبيديله استيعاب. الله يفتح عليه. لو قال له هيحصل ايه بالذي بعد كده هيصدق. الله يفتح عليه. هتبقى وزير هتبقى بيعمل ايه بقى العراف او اللي بتاعت قريه الفنجان؟ بتبني بقى على اللي هي سمعته من وبلغته للحاله اللي قدامنا. بتبني عليها على شيء في المستقبل. تعرف مثلا الانسانه دي نفسها في واحد تحبه مثلا بعد قصه الغرام اللي حكتها لها اللي فشلت ده هيجي لك واحد مثلا كذا او ايه ده هيتفتح لك باب خير ايه. فهي بتبني على الكلام اللي قالت له عن طريق اللي عرفته منين من الجن. فبيبقى قاعد بقى ايه مذهول جابت الكلام ده منين. فبيظن بقى ده انت كده استاذ. هو في الاصل تعامل مع ايه؟ مع جن. مع جن وده كفر. فدي عشان نفهم بس حته قارئة الفنجان اللي تقعد مع واحده لا يا ماما دي معاها جن بيعرفها على حاجات وهي بتبني ليك المستقبل. ولو صدقتيها يبقى انت كفرتي بما انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو انت سالتيها بس بدون ما تصدقي ولا بتاع انت كده مش هتقبل منك صلاه 40 يوم. لا بس ده ما يمنعش يا شيخ ايمن ان في كتير منهم انا معاك في اللي انت بتقوله. في منهم نصابين عادي ما فيش مشكله وبيدخلوا البيوت عشان يسرقوها. يا ست كل ده ما فيش مشكله. فكل المجال ما تدخلش الناس من دي بيتها. معذره يا دكتور. شيخ ايمن عايزين نجاوب الاستاذ محمد. عنده بيت كل ما يجي يعرضه للبيع بتفشل البيع او ما فيش توفيق. هل ليه علاقه بالموضوع ده يعني؟ وارد. الا بقى ايه اللي يعمله بقى باختصار يعني؟ ما هو انا بقول لحضرتك اهو هو دلوقتي هل البيت ده ممكن حد حاطط عينه عليه من اقارب؟ هم مش راضيين مثلا عايز ياخده بسعر قليل وهم مش راضيين. لا هو بيقول لك انا عرضه للبيع من فتره بقى لي 5 سنين وكل ما يجي حد يشتري هو اولا كل شيء بقدر الله. طبعا طبعا كل شيء أكيد. فلو في تعطيل حتى لو واحد عامل له شيء بقدر الله هيعمل ايه؟ الرقيه الشرعيه والاذكار. يفضل يخلي القران شغال طول اليوم في البيت. اللي بيوتنا بقت عامله زي المقابر. شغل كل بسوره البقره سوره الجن سوره الملك وبفضل الله لا ان شاء الله الموضوع مشي. ربنا يبارك فيك يا شيخ عين. الله يبارك فيك. دكتوره سهير قابلت حد من الناس اللي المسحوره دي وكانت اغرب قضيه بالنسبه لك ايه يعني؟ شفت اغرب قضيه لحد مسحور قدامك عصرت الحاجات دي وشفتيها بعينيكي مثلا؟ طبعا انا شفت ناس اصدقاء وقرايب حصل لهم حاجات فظيعه يعني في موضوع السحر والدجل دون غير اللي اتنصب عليها بقى. انت تقصد حالات مرضيه يعني؟ حالات مرضيه حصلت قدامك شفتي يعني قبل كده؟ انا شفت حد عندنا في دمياط وقريب ليا حد عمل له حاجه والولد جاله زي حاله هلع وجنان وتوفاه الله بعدها. ده كان مسحور يعني السحر هو زي ما قال من شدة جماله. طبعا ده الشيخ ايمن وصل للقتل او الموت للقتل وللموت وان الست ما تخلفش وان البنت ما تتجوزش وتبقى عانس وحاجات كتيره طبعا في الدجل. وشوف المقابر ما حضرتك شفت الشباب اللي بيروحوا المقابر بيطلعوا الصور مكتوب عليها ايه ومرسوم عليها ايه. يعني بيبقوا عايزين بقى يعني حتى في انا شفت صوره كده على الفيس حد طلعها من مقبره من الشباب المتطوع دون ان البنت دي وجوزها يعملوا حادثه بالعربيه ومعاهم الاولاد ومكتوب كده على الصوره ورسومات بقى والحاجات الخزعبلات دي بقى. الله يفتح عليك يا دكتوره. معانا مداخله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. ربنا يخليك. عرفي نفسك يا فندم. استاذة اسماء مع حضرتك. استاذة اسماء اتفضلي. انتوا النهارده بتتابعوا وبتشاركوا وبتعرفونا برنامج جميل جدا.
درجه اهميته انه عامل مشاهير كبيره جدا في المجتمع. ربنا يخليك يا فندم اتفضلي. موضوع كبير جدا خارب بيوت كتير، وانا عندي حالات كتير قوي عانت بسبب وسبب لها مشاكل بسبب الدجالين. انا بنصح كل امراه انت وفري فلوسك، الفلوس اللي انت تدفعيها مع الدجال انت اهتمي بنفسك، شوفي انت مقصره في ايه واهتمي بنفسك واهتمي باولادك، اهتمي ببيتك بدل ما تصرفي فلوس بالهوا. حتى لو بتروحي الدجال ما بيدفعلوش فلوس، مفيش حد بيعمل حاجه يا استاذ ابراهيم دلوقتي لوجه الله. انا اعتقد يا استاذه اسماء لو الدجال او الساحر ينفع الناس فكان من الاولى ان ينفع نفسه. يعني لو الساحر ده كان يقدر يسهل لنفسه بقى في رزق في اماكن تانية وفي الكلام دوت. رساله حضرتك وصلت، متشكر جدا يا فندم الاتصال. شيخ ايمن، الناس بقى اللي بتروح للساحر او الدجال ده ازاي يعرفوا ان ده ساحر او دجال؟ سؤال جميل قوي. ازاي يعرف ان ده ساحر او دجال؟ اولا ان الساحر او الدجال او المشعوذ، دول مشعوذين بتوع الجن، دايما طلباته في الكالآتي، ويا ريت كل المشاهدين يركزوا عشان يعرفوا. ان طلب الدجال او السحر، وخلي بالك المصيبه التامه اللي بيقولوا عليه شيخ، انا راح للشيخ. ما هو على حسب بقى المعتقدات. يعني هم فاكرينه شيخ. موازو سمعت المشايخ. ما هي مواريث بقى ومعتقدات من قديم الازل يعني. ان طلب منك صوره للشخص، يعني انا مثلا واحد راح يعمل عمل لواحد. اول شيء ممكن يطلب منه صوره للشخص. تعرف ان ده ساحر. دجال طلب اثر من اثر الشخص، فلن منديل اي حاجه من عرقه. لا انت تقصد، انا مش اقصد الناس اللي بتروح تاذي الناس او عايزه تاذي الناس، انا بقصد واحد دلوقتي تعبان فعايز يروح يعالج نفسه عند الشيخ مثلا، اللي هم بيقولوا عليه شيخ او معتقدين ان هو شيخ. يعرف منين اذا كان هو ساحر او دجال او شيخ بحق يعني؟ انت فاهمني؟ ما انا بحسب، انت بحسب تسال اللي الساحر. لا هو اللي رايح ياذي ده هو عارف ان ده دجال وده ساحر، فراح يأذي شخص والعياذ بالله. تمام. كده ما تتطرقش للناس دي. احنا بنقول الواحد المريض او ابنه مريض فرايح لشيخ معتقد ان هو شيخ عايز يكشف اللي قدامه دوت شيخ ولا راجل ساحر ودجال. بتعرف بص، اي حاجه بدها من الرقيه الشرعيه والقران اعرف انه ساحر. يجيب لك بقى حجاب، يكتب لك طلاسم في ورقه كده وحطها في ميه واستحمى بيها. يكتب بالقران بالتنكيز بالعكس، واخد بالك؟ يكتب كده حروف مش معروفه. اي يعزم، يجيب ورقه وينفث يفضل يقرن فيها. كل دولت تعرف ان هم ما سحره. يعني افهم من كده ما في برضه بعض الناس يعني يقعدوا يقروا القران وفي نص القران كده يقول كلمتين مش مفهومين. لا ما فيش حاجه اسمها كلام مش مفهوم. يا قران يا اوراد عن الذكر. هو يقعد بقى يقول لك ايه ده كلام سريالي ومش عارف لا 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 يعرف ده. ان ده كده مش وكلام غريب بقى، انت فاهمني؟ اي حاجه بعيده عن القران والاوراد في الذكر في الاوراد، اي ورد ذكر النبي قاله في التحصين في الرقيه كمعوذتين او اي اشياء من الذكر مفيش مشكله. اي حاجه تخالف، لان في برضك بعض الاحيان الجن بيبقى مسلم بس بيبقى ايه مبتدع صوفي مثلا او اي مله من الملل، فبيحاول برضك يبقى في قران بس بيحرف، بيخلي برضك الشخص بيتجه لاتجاه اخر. فاي حاجه بعيده عن القران انا ما اللي هيجي يقرا الرقيه الشرعيه او يديني علاج بالقران زي الفل، غير كده اعرف ان ده مش مظبوط. طبعا اعزائي المشاهدين سامعين، طبعا فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري بيقول اي حد يتكلم كلام غير مفهوم ويخرج عن اطار الحديث والسنه والقران اعرف على طول ان هو مشعوذ ودجال. حد بقى يجي يقول لك انا بتمتم وانت ما انت سامعه وانت مش عارف هو بيقول ايه، وانت تعتقد ان هو شيخ، يعني يبدا معاك شويه بالقران، يبدا معاك مثلا بالمعوذتين، يبدا بايه الكرسي، بعد كده يبدا يتمتم باصوات مش مسموعه ومش مفهومه. ولو سمعت او سمعتي حد بيتمتم كده خد ابنك واجري على طول، ما تستنيش يعني، ولا تسيبي بقى قطر ولا الكلام الفاضي ده. بصي افضل شيء هي تلاوه القران في البيت عشان تبقى فاهمه يعني، او انت تبقى فاهم يعني. سيبكم بقى من الكلام بقى المشعوذين وضياع المال وانا ما اعتقدش ان في شيخ شغال بالقران والسنه يتقاضى اجر. والشيخ ايمن هيؤيد كلامي يعني، انت اللي هيتقاضى اجر واللي يشرط عليك اخد 100 اخد 200 اخد 500 اعرفه على طول ان هو دجال ومشعوذ، وهيدخلك في طرق انت في غنى عنها او انت في غنى عنها. دكتوره سهير، لو حضرتك شفت حاله جالها تشنجات يعني قدامك
وحد جاله حاله من وايقانوا ان دي مثلا ده مس او سحر او 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 تقدر تتصرفي ازاي في الحاله دي يعني. اول حاجه هعملها شغل الرقيه الشرعيه على طول، لان هو مفيش احسن من القران بتاع ربنا. حتى لو في حاجه معموله فربنا بيصرفها، لان ما يعني ما فيش حاجه بتحصل طبعا الا باذن الله. يعني مهما الناس راحت لدجالين ومش عاوزين، اذا ربنا رايد ان الانسان ده يتضرد عشان هو ربنا اراد. لكن لو مش رايد وفي ايه كريمه بتقول الكلام دوت، يعني الشيخ ايمن هيقولها لنا الوقت يعني ان شاء الله. انا حافظها بس هسيبه يقولها. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. شيخ ايمن، ازاي اعرف ان الشخص ده مسحور يعني؟ او يعني كثيرا من الناس يقول لك ايه، يمكن مريض مرض نفسي، التشنجات ديت مثلا ناتجه مثلا عن مرض نفسي او حد مزعله او حد مضايقه. انا عايز اعرف الشخص اللي قدامي ده عندما يحدث تشنجات اعرف ازاي ان هو مسحور. هو اولا طبعا لما بيجي اي حاله بتظهر على المريض، اي حاله عجيبه، المفروض الاول بيروح للدكتور. ممكن يبقى التشنجات مرض نفسي، مش شرط يكون مرض بسبب سحر. هو الاول بياخد بالضوابط، يروح الاول للدكتور المتخصص. زي ما بيجي له مثلا مغص فجاه، والمغص ده باستمرار، او صداع، او وجع في 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 اعضاء جسمه مش قادر يتحرك، ما دي برضك من علامات ان الواحد يعرف ان هو مسحور. بس انا بروح للدكتور، الدكتور قال والله الاشعه تمام او التحاليل او الفحوصات زي الفل، ابتدي كده انا اعرف ان في ان. ومش لازم الواحد يروح لمعالج يا جماعه، كل واحد يعالج نفسه في البيت. طب ازاي بقى يا شيخ ايمن؟ ما هو بالقران والرقيه الشرعيه. طيب انا عايز اقول لحضرتك الكاميرا بتاعتك هنا اهي، انا عايزك توجه رساله قويه كده لناسنا عشان يفهموا ويعرفوا ازاي يرقوا اولادهم، وازاي يعني يحافظوا على القران والسنه. والله اخلي بالك، هو اي ابتلاء بينزل على اي عبد يا اما ببعد عن دين الله، يا اما يعني في ذنوب فربنا سبحانه وتعالى بيبتليه عشان يخفف من عليه. وممكن يبتلى من شيء من غير اي شيء، يعني السحر ده كلنا معرضين ليه. النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سحر ده سحر التخييل. رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا العلم. صلى الله على من علم الدنيا الحق. صلى الله عليه وسلم. فدي كانت آية، لأن ما فيش حد كبير على السحر. السحر ممكن أي حد يتأذي منه، حتى لو أنت شيخ الشيوخ. وارد. أصل كله في الأول والآخر بقضاء الله وقدري. شيخ أيمن ما حصلش معاك أي حاجة زي كده يعني؟ لا الحمد لله كتير. لا لا بجد يعني. ما أنا الحمد لله عايش في الموضوع على طول. معقولة؟ حالات باستمرار وحاجة سبحان الملك. فيش مرة حالة كده كنت بتعالجها مثلا فحسيت بضيق كده في نفسك مثلا أو حد عكسك يعني؟ مرة في مرة حالة وكانت امرأة. زوجها جابها يعني عند البيت. طبعا ما كنتش حابب الكلام كده عشان ساعات النساء بتخاف من الموضوع. والله العظيم يا أستاذ إبراهيم من أغرب الحالات. قسما بالله ربطناها بسلبه. معقوله؟ سلبه مش حبل. سلبه، شفت العربيات اللي بتسلبها بالنقل الكبيره دي؟ بسلبه. والله فكت الحبل. لا حول ولا قوه الا بالله. لما قرات عليها قويه جدا يعني. انا مش عايز اقول لك جوزها خد بنيات بطريقه طبعا انا ما اقدرش امسكها ولا المسها. جبت اخواتها البنات الاثنين وامها وجوزها مش عارف مين تاني، وكله ماسكها مش قادر يسيطر عليها. بس بفضل الله الحمد لله يعني. الحمد لله يعني الحمد لله. كانت من ضمن الحالات العجيبه. هتكمل لنا القصه دي بعد المداخله بتاعتك. اتفضل. السيده ام محمد اهلا بيك يا فندم، صباح الخير، اتفضلي. صباح النور. الصوت بس علي صوتك شويه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال الشيخ معلش سؤال. اتفضلي يا فندم تحت امرك. انا معرفتش بقوم من النوم ايديا ورجلي وجعني، يعني بقوم من النوم بحس ان ايديا وجعاني جامد مش قادره احركها ورجليا، وحاسه بتعب في حياتي مثلا، مشاكل دايما مخنوقه، جوزي يجي البيت مش مثلا مش طايق عيالي. مش يمكن يا ام محمد واقفه في المطبخ ساعات كتيره يعني؟ لا اسالها سؤال بس. مش يمكن تكوني واقفه في المطبخ ساعات كتيره فعشان كده رجليك وايديك بيوجعوكي مثلا؟ لا لا، دي بتكون زي ما يكون منمله، زي ما يكون حاجه ماسكه الصبح يعني. وصلت الرسالة. الشيخ أيمن هيجاوبك، اتفضل الشيخ أيمن جاوبك. لازم أسألك، خليكي معايا، الشيخ أيمن هيسألك. هو الحاجات دي طبعًا حاجات طارئة مش قديمة، الموضوع التنميل في الأطراف صح؟ لا أحس إيدي مش قادرة أحركها يعني. طيب مثلا لما بتقومي من النوم بتلاقي في علامات في جسمك؟ لا مفيش علامات ولا أي حاجة. بس ولا طب بتشوفي في المنام كوابيس أو أحلام مثلًا؟ لا إيديا وجعاني. بتشوفي أحلام كوابيس أو أي حاجة؟ أحلام كتير، بشوف لما أخذك لها الحاجات كتير في الأحلام. بتشوف حيوانات يعني؟ ولما في أثناء الجماع بتكرهي إن أنت تبقى مع زوجك يعني على الفراش صح؟ أيوة بيبقى
صعب، بعمل مشاكل قبله كتير يعني، بعمل مشاكل مع جوزي كتير. انت عندك في جن عاشق، ولازم انت يعني انت بقى الرقيه والقران، وتقراي على ميه الرقيه الشرعيه وتغتسلي بيها، وان شاء الله كل شيء باذن الله يبقى كويس، والقران بقى باستمرار في البيت. متهيألي كده الرساله وصلت يا شيخ ايمن. الست بقى اللي انتوا ربطتوها بسلبه دي، يعني ده كان عليها جان جامد يعني ولا ايه بالظبط؟ هي ما سبحان الله يعني، هي طبعا مع ان هي شكلها يعني جسمها مش او شكلها مش قويه جدا، وانا ما ركبتهاش من سلبه كده على طول. ده انا اول ما ابتديت اقرا لقيتها ابتدت تتحول، وشكل بقى عجيب، فم وحاجات كده صعبه. ده جوزها خالد يا راجل، ده راكون ورعت ند يا جوزها من البنيه. فعمال يمسكها، انا ما اقدرش المسها. طبعا ما ينفعش طبعا، عمال يمسكها يقول لي امسك معايا يا شيخ، وهو يعني يقول له ما ينفعش، مش قادر يسيطر عليها. تمام. ف وامها يمسكوها مش قادرين، فرق سبتها لما تهدى واللي معاها هدي كده، وقلت له بقى مفيش حل بقى ليه، كان سبحان الله جت من عند ربنا كده، السلبه موجوده، رحنا ربطناها بالسلبه وفكت الحبل، وعارفه جوزها وامها واخواتها قاعدين عليها مش قادرين، بس الحمد لله في الاخر انتصرنا وربنا سبحانه وتعالى، لان العلاج بفضل الله ثم القران. وينزل من القران ما هو شفاء، فاي حاجه بعيده عن القران. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يبارك. معانا الاستاذ عمرو من السوهاج، اهلا بيك يا استاذ عمرو، اتفضل. الو، عاود الاتصال بينا تاني، عاود الاتصال بينا تاني. دكتوره سهير، تنصحي ايه بقى الستات يعني اللي قاعدين في وعلى فكره انت قلتي حاجه غايه في الخطوره، قلتي حتى يعني مش المجتمعات او الاماكن الشعبيه او المناطق الشعبيه، لا انت قلتي مستويات كمان عاليه، وقلتي الفنانات والفنانين دايما كده يقول لك انا واقف حالي ولا مش عارف ايه ولاعيبه الكوره وكل الناس يعني. طب دي يعني دي مواهب يا جماعه، يعني موهبتك جامده هتشتغلي، موهبتك كويسه هتشتغلي، لكن مالكيش علاقه ابدا اعمال ايه وبتاع. والله بص يا استاذ ابراهيم، انا عايزه اقول لكل ست ساحبه بنتها وراحه على الكنيسه عند مش عارفه الشيخ سمعان ولا مين، وساحبه بنتها وراحه على المشايخ، تتقي الله، وبدل ما هي بتعلم ولادها ان هم يصدقوا بقى في الشعوذه والكلام دوت، تقرا لبنتها قران، تخلي زي ما الشيخ بيقول كده تقراه على ميه وتشربه، يعني يبطلوا يجروا بقى على الحاجات دي، لان عايزه اقول لك يخلوا بالهم جدا من المشعوذ او الدجال النصاب، مش المشايخ اللي بتقرا قران وبتعالج حالات. في ناس يقول لك ايه، انا بس عايز اختلي بالبنت علشان اطلع الجن، ما ينفعش حد يقعد معانا، وممكن يعني يعمل حاجات مش كويسة في زنا المحارم، دي بتحصل كتير جدا، وفي حالات كتير بتروح تعمل محاضر في الإقسام، وموجود حالات من دي كتير جدا، بيخربوا الدنيا وبيعملوا حاجات، يقول لها اصل الجن مش راضي يطلع ولا مش عارف ايه، بيحصل كتير. ده طب بيحصل كتير جدا، فكل ام تخاف على بنتها لو هي اخدها حتى وراح لدجال ولا مش عاوز، ما تسيبش بنتها معاه لوحده وتخرج بره المكان. الله يفتح عليك يا دكتور. سيدة أم محمد بن سوهاج، أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. أهلا بيك، أهلا وسهلا. اتفضلي. لو سمحت، أنا نبقى واقفة في المطبخ فنحس في نفس ورايا. وعلى طول في مشاكل هنا في البيت يعني. الشيخ أيمن اتفضل تسألها. مشاكل مع الزوج؟ أيوه، مشاكل في البيت على طول يعني، من أقل حاجة ممكن نتخانقوا. وأنت واقفة كده في المطبخ أو في الشقة تبص تلاقي خيالات حوالين منك. ايوه، ونحس في نفس ورايا، نبص نلاقيش حاجه. طب يعني بتصحي من النوم بتلاقي في علامات في جسمك ولا حاجه ولا يعني؟ ممكن نلاقي حاجات سودة زي الجريش كده، بتبقى ظاهره واضحه. طب بتشوفي في ايه في الاحلام؟ بتحلمي بايه او بتشوفي ايه في المنام؟ ممكن نشوف واحده تضر فيا يعني، بتعمل لي صور وكده. واحده تجر فيكي؟ طيب احنا يا جماعه، هو القران شغال، القران كتير في البيت، والرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء، وما تتركيش الصلاة في وقتها، ودايما تبقى على وضوء، وإن شاء الله فترة بسيطة مع القرآن في البيت كل ده هينتهي إن شاء الله. ولو كان مثلا واحدة بتضر فيا، تقدر تجرب على شقتي ولا لأ يعني؟ تقدر تقرب على إيه؟ على بيتي يعني وعيالي وكده. طبعا هي من غير ما تقرب لك، هي من بعيد عايزة تعمل لك سحر، هتضرك
فانت الموضوع ما تقلقيش منه. انا ممكن ايه اقول لك ايه اللي عندك، بس في انت شكلك من يعني من النساء اللي ممكن تكبر الموضوع، فالموضوع سهل زي ما قلت لحضرتك. حافظ على قراءه القران في البيت وخصوصا سوره البقره كل يوم، والصلاه في وقتها ما تتكسليش، ودايما تبقى على وضوء، واذكار الصباح والمساء اعملي بس طول فتره ان شاء الله هتلاقي كل شيء زي الفل. وانت يسر او تعسر الامر ولسه الحياه مش مظبوطه، بتتوسمي زوجك بقى، بيتوسم واحد من المسجد من اهل العلم، اهل العلم عشان بس الناس تبقى فاهمه، يقول له وهو ان شاء الله هيكون حل. راجل من اهل السنه كده هيجي عندكم مثلا البيت يقرا الرقيه الشرعيه، هتبص ان شاء الله برضك. ده الكلام ده لو انت ما عرفتيش ترقي نفسك او تنجو بنفسك بالقران ولا اهل راجل من اهل السنه. طب ماشي، لو في واحده يعني في البيت وبتاذي وكده. والله بص، طول ما الواحد دايما صلاة في وقتها ودايما بيقول اذكار الصباح والمساء، مستحيل اي حاجه تاذيه. متهيألي كده رسالتك وصلت يا ام محمد، والكلام ليكي بقى يا ست ام محمد. يعني مفيش حد ينفع يجرب مع ربنا قبل ما تقري وقبل ما تصلي وقبل ما تصومي وقبل ما تتصدقي وقبل ما تسجدي لله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك يقين داخلي ان ربنا هيشفيكي، وما ينفعش ابدا تقولي انا هجرب الاسبوع ده مع ربنا واشوف الدنيا هتمشي ازاي. صدقيني اليقين يكون عندك، ويكون عندك يقين فعلا بجد من جواك ان ربنا هيشفيكي وربنا هينصرك على اعدائك، واكيد ربنا هينصرك على اعدائك. وربنا بيقول انا عندي حسن ظن عبدي بيه. وده كمالا للشيخ ايمن طبعا، وانا الشيخ ايمن علامه جليل يعني. ازيد حته عن نقطه حضرتك قلتها. اتفضل يا فندم. اهم شيء في العلاج اليقين بالله طبعا. اي واحد، ما في ناس بتقرا وتقول اذكار بس بيجرب يعني مش بيجرب، هو مش انا بقى لازم يعني. القلب انا فعلا عندي لازم يبقى عندي يقين ان ربنا يشفيني. واحنا لما بنروح نعالج حالات اول شيء بعرفها اعلامي يقينا ان الشافي هو الله. وقبل ما بقرا الرقيه او قبل ما اشوف الحاله واعالجها لازم انا افهمهم ان الشافي هو الله. يا جماعه احنا اسباب، ولازم يبقى عندك يقين ان ربنا هيشفيك في الجلسه دي او في الوقت ده. احنا بنشوف بقى حاجات غريبه. طبعا الموضوع العلاج ده علم طبعا، علم النبي علمونا والصحابه لما راحوا ورقوا بالفاتحه وغيره، ده علم. فلما باجي ساعات بقعد مع حالات اقعد من حالة وانا عايز اعرف عندها ايه او السحر نوعه ايه عشان اعرف اتعامل. ابقى الناس بسال انت مثلا لاي الحاله بقى، اذا كان واحد او ست، طب انت بتحس مثلا بوجع او بتحس بوجع في المكان الفلاني؟ طب مش عارف بيجي لك ايه في سلسله ضهرك؟ طب انت في الوقت الفلاني بيجي لك اكتئاب؟ تبص تلاقي ايه واحد قاعد كده مره بسال الحاله وكل اللي بقوله طب بتشوفه في المنام كذا. انا بحدد عرفت الحاله. فهو انت لما بتروح للطبيب على طول بينام ويكشف عليك بالسماعه؟ لا، هو بيعرف برضه انت بتشتكي من ايه. لازم يسالك الاول انت عندك عشان يعرف يحدد ويجسد ويحدد المرض اللي موجود. فمره بقى بتكلم مع واحد وعمال اقول بيحصل لي كذا مش عارف ايه لزوجته، ومره واحده الله اكبر يا عم الشيخ بركاتك. هو يا عم ده علم، وانا بقول لك حاجه من زي ما فاكرين كده الناس شغل الشعوذه والدجل. لا ده علم. انت لما حكيت لي ايه اللي بيحصل، هوس وموروث وبركاتك ده انت ما شاء الله ده كويس ان ما عملش مقام بقى وقعد يلف حواليه بقى ويتمسح فيه. الشعب المصري يعني طيب يعني بطبيعته طبعا. الشعب المصري على فكره عند الموضوع بتاع الدين ده بالذات يعني تلاقيه دايما عنده عاطفه جياشه كده، اي حد يكلمه بقى بالقران والسنه وبتاع فدايما يصدقه، فده المدخل بقى للساحر او الكاهن هو او المشعوذ يعني. بيدخل منه. فانا مش بس يعني انا رساله بس للساده المشاهدين، يعني انا عايز اوجه لكم بس رساله سريعا كده، يعني مش اي حد يكلمك بالقران برضو تصدقه يعني. شو خليك ماشي معاه للاخر، وزي ما قلنا اي كلام خارج القران خارج السنه اعرف 100 اكس 100 علامه اكس كده انا مش هتعامل معاه، حتى لو هو هيشفيني لا انا اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. ومفيش وسيط بينك وبين ربنا، لازم تفهم كده مفيش حاجه اسمها وسيط، هو ربنا جعله سبب. حتى جعل الشيخ ايمن وغيره من الناس الصالحين يعني والناس اللي عندهم علم هو سبب لاكثر والاقل. فما تتعشمش او تعشم في ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يشفي لكم اولادكم يا رب، وربنا يشفي لكم بناتكم، ربنا يحافظ على بنات المسلمين يا رب ويسترهم يا رب العالمين. وخليني بس سؤال سريع كده مع الدكتوره سهير. دكتوره سهير طبعا الوقت داهمنا بسرعه والقعده معاكم ممتعه والله بجد، والموضوع طبعا هيحتاج حلقات وحلقات، مش هنعرف نلخص الموضوع ده في حلقه. انا عايز يعني نصيحه سريعه لكل ست بقى ما بتنجبش يعني
تبص لها راح مثلا ايه، انا راح السيد البدوي، انا راح السيد ابراهيم، انا راح مش عارف ايه، حتى الحاجات ديت برضو فيها شرك، نوع من الشرك. تنصحيهم بايه سريعا؟ يعني ان هي تروح للدكتور وللطب، بتلجأ للدكاتره وللطب، وهم يعني الوحيدين اللي هيقرروا الموضوع دوت اذا كانت هي هتخلف او مش هتخلف. لو الدكتور قال لها مثلا لا مفيش امل والكلام دوت، تلتجئ لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وقراءه القران والرقيه الشرعيه، يمكن حد عمل لها حاجه زي ما هي معتقده. فالقران بيذيب كل حاجه. والرسول عليه الصلاه والسلام كان قال بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الله يفتح عليك يا دكتور، الله يفتح عليك. شيخ ايمن، احنا عارفين ان الموضوع ده مش هيتلم في حلقه ولا في حلقتين، واحنا انا عايزك توعي الساده المشاهدين ان نقرر ونفتح هذا الملف. يعني والله ان قدر الله لنا البقاء ان شاء الله، لان الموضوع لسه فيه، لا احنا عندنا اسئله كتير وعايزين طبعا وهنتكلم في انواع السحر واسباب السحر وانواع الجن وما يريد كتير طبعاً وما يريده الساحر من المسحور، وحاجات كتير قوي قوي مجهزين لها كتير ومحضر لها كتير. شيخ ايمن، يعني سريعا كده، من ذهب لكاهن وصدقه، او من ذهب لساحر وصدقه وهو مسلم ومؤمن وبيصلي وبيصوم وكل بيقيم كل الفرائض، يعني لما بيروح ويصدقه بقى يقدر يعني يكفر عن المعصيه دي ازاي؟ التوبه طبعا، التوبه المسوحه، والله لو كنت عملت ايه؟ لو تاب قبل ال 40 يوم، يعني لو ذهب وما صدقوش، انت بتقول لا يقبل عنه، لا يقبل منه صلاه 40 يوم. تمام. طب راح له النهارده وعايز يتوب بكره. ما هو لو راح مش عند ما عندوش علم، يعذر بالجهل. يعذر بالجهل. ما عندوش علم. لكن عرف وبرضك مصمم انه بيروح. لا ده انت في موضوعك بقى تاني. واخد بالك؟ وفي واحد مثلا بيبقى عارف انه حرام ويقول لك بس هسال. ما هو انت مجرد ان انت تسال لا تقبل منك صلاه لمده 40 يوم. فما فيش حاجه، لا ولا اساله ولا اقرب منه. ولو شفت اي حد، واحد صاحبي قاعد مع عراف ولا عرافه ولا بتاعت فنجان، احذره ده كذاب. لان الاصل في الجن الكذب. واحد معاه جن بيعرفه على حاجات، انت هتقعد تصدقه في ايه؟ هيطلعك على الغيب؟ لا يعلم الغيب الا الله. ولو صدقته دي مصيبه، انت كده دخلت في شرك وكفر. هو انا اعتقد يا شيخ ايمن، اول شرط للجان او للجن عندما يستعين به انس مثل هذه الاعمال الخبيثه، بيطلب منه انه يكفر بالله ويكفر بالدين الاسلامي. لا ده مواضيع كتير. صح ولا انا بتكلم غلط؟ كل واحد، بعد كده هنقول تفصيل ان شاء الله. كل واحد حسب هو عايز يبقى ايه. ما كل ما الساحر اللي الشخص بقى عايز يتعلم يبقى ساحر او يبقى دجال او يبقى منافق او كافر، انه كفر والعياذ بالله. على حسب الكفر الجن بيديله المطالب اللي هو عايزها، على حسب درجات، كل ما بيزيد في طلباته بيديله حاجات اعلى. يوصل بقى ان يسب الله والعياذ بالله، يدخل الحمام ولابس المصحف في رجليه. انا كنت اسالك على الحته دي. لا ده كتير. يتوضا باللبن ويدخل لابس مش تتخيل، يذنب المحارم. معقول يا شيخ ايمن؟ ما هو بص، ما انا بقول لك، خلي بالك، هو الجن اللي هيتعامل معاه هو جن ساحر، هيعلم الانسان ده السحر، هيعلمه له غلب بلاش. ونفس النظام عندهم برضك في الجن، في جن سحره قوي قوي، وفي واحد بسيط، وفي واحد على قده، في واحد السحر بتاعه تخيلات. حته زنا المحارم دي بقى يا شيخ ايمن، علشان بس ما حدش من الساده المشاهدين يودي زوجته لواحد وبعدين يقول له اتفضل اخرج بره، هو انت مش اياك. يعني انا بس رساله للمشاهدين دي في نهايه حلقتي، يعني ما حدش فيكم يا جماعه يودي زوجته لواحد كاهن او ساحر وبعدين يقول له اتفضل اخرج بره، هو مش دكتور نسا وتوليد يعني. ولو نسا وتوليد ابراهيم لازم يبقى زوج الزوج معاه. يعني حرام يعني، ولا لا قسم هينفذه ولا يعني. الاطباء طبعا مشكورين، ودي رساله قبل ما تكون مهنه، قاسمين القسم يعني وعارفين دورهم كويس جدا، واحنا بنشكرهم طبعا من خلال البرنامج، كل طبيب شريف في مصر بنشكره طبعا. لكن الكهنه والسحر دول ما حدش يقول لك ولا تروح له اساسا ولا تصدقه، حتى لو كان شيخ بيعالج بالقران ما تسيبش مراتك معاه او ما تسيبش محارمك معاه. انا في نهايه حلقتي اتوجه بالشكر للساده المشاهدين في كل مكان. تحياتي طبعا لحضراتكم، واكيد الملف قدامكم مفتوح وهنكمل فيه ان شاء الله حلقه واثنين وثلاثه، لحد ما ننقي بس بقى المجتمع ونفهمه ازاي تتعامل بالرقيه الشرعيه
وان شاء الله في برنامجنا ازمه اخلاق هيعرض عليكم كل الملفات ونعرض عليكم كل القضايا. في نهايه حلقتي بتوجه بالشكر للداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا شرفتنا الشيخ ايمن. الله يكرمك صبري، الله يبارك. كما اتوجه بالشكر للسيده الفاضله الدكتوره سهير فاضل، كنت معايا دكتوره شرفتيني. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، متشكره جدا. اعزائي المشاهدين، كنت مع برنامج ازمه اخلاق. نستودعكم الله في رعايه الله وامنه، على امل ان نلقاكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم في التاسعه صباحا. انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من برنامجكم ازمه اخلاق.